نورنا في عرش الصبح في قناة الأهلي، وأكيد جمهور الأهلي دلوقتي مهتم إن هو يعني يعرف أكتر عن فكرة هنا تقنية الملاعب والتكنولوجيا اللي دخلت، اللي أكيد بتؤثر بشكل كبير جدا على عديد من النقاط في هذه المنظومة أصلا. فخلينا نبدأ مع حضرتك كده ونتكلم يعني إيه تقنية وتكنولوجيا، وقبل ما نخش على الفرق لأن الفروقات أكيد هتكون كتيرة جدا. اتفضل. طيب التكنولوجيا موجودة في كل حاجة دلوقتي في حياتنا، تمام؟ موضوع الرقمنه بيمشي في كل حاجه. اللي حاصل ان الانديه في انجلترا او في اوروبا في العموم هي عباره عن بيزنس ورياضه. البيزنس بيحتاج تكنولوجي والرياضه بتحتاج تكنولوجي. فلو بصينا مثلا على نادي كره القدم مثلا في البريمير ليج، بيبقى مقسوم لاربعه بيلرز كده، كل بيلر بتبقى مخصوصه بحاجه معينه. البيلر الاولانيه او يعني السكشن الاولاني ده بيبقى للرياضه، في السكشن الثاني ده بيبقى للاستاد والتكنولوجي بتاعته، والسكشن الثالث ده بيبقى حاجه للريتيل والاي كوميرس وحاجات زي كده عشان تبيع الابارلز والكلام ده، والبيلر الرابع ده بيبقى للباك اوفيس اللي هو زي اي بيزنس عادي. فلو بصينا للنادي هتلاقي ان حته الرياضه ده بيبقى فيها حوالي 13 سيستم بيستخدمهم فرقه الكوره. ال 13 نظام دولت في منهم انظمه للناس النيوتريشن اللي هم متخصصي الاغذيه، المتخصصين النفسيين اللي هم احنا بنسميهم اللايف كوتش يعني. زائد بقى الحكايه بتاعت الاناليسيز والتاكتكس والكلام ده والفيديو اناليسيز، في حاجات ثانيه بتبقى مخصوصه للادوات، في حاجات تانية بتبقى مخصوصة لحجز الملاعب للتدريبات، لأن كل نادي هناك بيبقى عنده مثلا 13-14 ملعب بيتقسم على الأكاديمية والفريق الأول. والسكشنز اللي حضرتك بتتكلم عليهم، أنت بتتكلم على التكنولوجيا الخاصة بكل عنوان منهم على حدة. كل حاجة منهم ليها التكنولوجيا بتاعتها. بالظبط. أوكي. كويس. ففرقة الكورة نفسها بتستخدم تكنولوجيا كتير، يعني انت دلوقتي بتشوف اللعيبة بتلبس فيست كده وبيبقى فيه جهاز كده صغير. مظبوط. ده احنا بنعمل بيه التليمتري اللي هو احنا بنشوف نقيس بيه النبضات تقريبا وكده. وبنقيس بيه كمان الحركة بتاعة اللاعب. يعني لازم كل مباراة المعد البدني او الرجل المسؤول يعني عن البدنيات لازم يشوف كل لاعب جري كام سبرينت، كل سبرينت كان سرعته قد ايه، فضل في السرعه القصوى قد ايه، وبعد كده بدا يعمل سبرينت تاني امتى. كل ده بيتحسب من خلال الجهاز الصغير اللي بيكون متثبت في التيشيرت. بالظبط كده. تمام. كويس. ده غير ان في تقنيات تانية، يعني دلوقتي في تتبع من خلال البرودكاستنج، يعني بتحط كاميرا بس وبتشوف التتبع بتاع اللعيبه والكلام ده. الحاجات دي بتفرق كتير قوي، يعني مثلا لو حد مثلا من الجهاز الفني بيبقى مخصوص للجزء ده فبيشوف الحاجات بتاعت التاكتكس، الفرقه كلها بتتحرك ازاي. يعني مثلا لما نشوف مثلا فرقه، يعني لو بتتفرج على ماتش في التلفزيون انت بتشوف الجزء اللي فيه اللعيبه بس، لكن الكاميرات ديت بتشوف الملعب كله، فانت لازم تبقى عارف التحركات كلها. التحركات دي يعني الفرقه، يعني دايما يقول لك ايه، الفرقه لازم تبقى كومباكت. كومباكت ديت اللي هي الفرقه كلها ال 11 لعيبه دول اللي هم في 20 متر. كويس. فالتتبع بتاع الحاجات ديت برضه ليه تكنولوجيا. يعني ده بيساعد جدا في عمليه التحليل، تحليل الاداء كمان. بالظبط. وهو عمليه التحليل دي برضه هنجي لها كده كمان شويه. هحكي لحضرتك المثلث بتاع التحليل. فدي برضه ده جزء تاني في استخدام التكنولوجيا. اما بالنسبه للاستادات بيبقى في انظمه بتاعه التذاكر، انظمه السي ار ام اللي هي الكاستمر مانجمنت سيستمز، اللي بتشوفي الداتا بتاعه الناس اللي اشتروا التذاكر بتاعتك، فتقدر ازاي تسوقي لهم بعدين ان انت مثلا تعالى اشتري التيشيرت بتاعي. لو انت عارف مثلا عيد ميلاد ابنه او بنته فتعالى احنا هنعمل لك اوفر، خد تعالى اشتري التيشيرت لابنك او بنتك. ده زي الجواهرجيه لما بيعملوا، يعني هم بيعملوا كده بالظبط. بس ده مش عندنا لحد دلوقتي. خلينا بس يعني بتتكلم ان جنرال، هو ده هي دي التقنيه الحديثه ولكن لا تطبق بشكل كامل عندنا، عشان بس نبقى عارفين. هو عندنا طبعا في فجوه شويه. لكن احنا بدانا فعلا ان احنا نعمل حاجات كويسه جدا. يعني انا شايف حتى في مصر هنا في شركات بدات ان هي تبقى بتنتج الديتا بتاعه الكوره. يعني عندنا شركه هنا في مصر بتغطي 70 دوري وبتبيع الداتا ديت للانديه بره. هي جزء من شركه بره.
كويس. لا بس غريب ان مش كل يعني مثلا تفصيله زي الجهاز اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، خساره لو كان لسه مش موجود عندنا، لان دي هتفرق كتير جدا، وخصوصا كمان ان احنا مؤخرا بقينا نشوف اهتمامات الانديه الكبرى واتحاد الكوره يعني باي مستجدات تفيد، يعني بقى في مؤخرا حتى اهتمام مثلا بوجود اخصائي نفسي للاعبين، يمكن الموضوع ده ما كانش حاصل قبل كده، فاحنا ماشيين في سكه ان اللي ناقص بنكمله، فغريبة ان دي لسه ما وصلتناش. لا هو في حاجات كتير بدات انها تشتغل، يعني احنا عندنا هنا الشباب ما شاء الله اللي طالع الجديد كمان خريج هندسه مهتمين جدا بحته التحليل والداتا اناليسيز والذكاء الصناعي في الكوره والكلام ده، فانا يعني انا شخصيا قابلت منهم ناس احسن من الناس اللي بره. فعندنا شباب زي الفل وعندهم كفاءه ويقدروا ان هم يسدوا كويس في الحته دي. هو الموضوع كله بس ان احنا ايه عندنا برضو طبقه من المدربين محتاجين ان هم يطلعوا او يجددوا الاطلاع بتاعهم، بحيث ان هو الارقام والتحليلات والكلام ده هي مش حاجه دخيله على الكوره، هو جاي يكمل لك بعد مختلف خالص انت ما كنتش بتشوفه قبل كده. فبدل ما عندك بعدين بس العين المجرده والفيديو، لا بقى دلوقتي بقى عندك العين المجرده والفيديو والارقام، فده يبقى شيء برضه ممتاز. هو المدرب لازم يبص لها على او المدير الفني لازم يبص للحاجات ديت على اساس ان هي جايه تكمل المنظومه بتاعته، وبالعكس هو هيستفاد. يعني في ناس هنا في مصر ممكن يقعد يحكي لك ماتش الكوره دوت كانه بيقول شعر.